ونص داخله في 3 سنين، واول ما وقعت جه ربها على المستشفى المركز الطبي في الحوامديه، فالمركز الطبي ما رضيش يقبلها فجه ربها على القصر العيني. فالقصر العيني اول ما بنتي دخلت قالوا ده عندها ارتجاج في المخ وحاله طبيعيه عادي وهتطلع على طول معاكم. مره في مره بنبص لقينا المخ بقت بتكبر ومليانه ميه ودخلت في غيبوبه، وبسال الدكتور هي بنتي مالها، قال لي الحاله بتسوق ومش كويسه. قلت له يا دكتور ما انت كنت لسه بتقولولي ان هي عندها ارتجاج في المخ وهتطلع معاكي وكده. فهو اساسا كانت بنت عندها نزيف على المخ وهم ما شافوش النزيف، سابوا النزيف لحد ما عمل على خلايا المخ ودمر خلايا من خلايا المخ. وبعدين راحوا قالوا لي بعديها عايزين يمدونا على تقرير ان هم يعملوا لها فتح حنجري وفتحه في المعده عشان تاكل منها. هي قبل ما انقلها الشيخ زايد بعد ما طلعت من قصر العيني انا رحت عند ياسر الحمولي في مستشفى نيورو سباين في 6 اكتوبر. وبعدين سابني الاسبوع عنده، كانت فتحه المعده بتجيب افرازات جامده وكانت عامله صديد وكانت بترجع ميه صفرة من بقها بسبب فتح المعده دوت. بس الدكتور قال لي ان هي كويسه ما تقلقيش، وكان كل شويه اجيب لدكتور وادفع في الفلوس عشان فتحه المعده ده. وفي الاخر اخر ما زهقت منهم بعد الاسبوع خدتها ومشيت رحت مستشفى 6 اكتوبر. ولما رحت 6 اكتوبر الدكتوره هاله فؤاد هي اللي قفلت لي الفتحه دي وقالت لي لازم تاكل طبيعي من بقها، وما كانش لازم اصلا تتفتح الفتحه دي عشان الفتحه دي هتطلع غلط جدا ان هي تتفتح، والمفروض كانوا فضلوا حاطين لها الرايل في مناخيرها تاكل منه. في دكاتره مخ وعصاب كتير بصوا عليها وقالوا لي ان هي مش محتاجه عمليات دلوقتي، وان شاء الله هي في خلال سنه ونص او سنتين بالكتير هترجع وتروح مدرستها وتبقى طفله طبيعيه وما فيهاش اي حاجه، ولو قامت هتقوم على حاجات بسيطه خالص. دلوقتي احنا لفينا بملك كتير وصرفنا على ملك كتير. ملك محتاجه ان انا حد يشوفها يبص على حالتها واعرف هتوصل لايه، واعرف يعني محتاجه سفر بره تسافر، محتاجه تتعالج هنا، حد يهتم بحالتها ويشوف حالتها. لان بصراحه احنا بقالنا سنتين ونص بابا باع اللي وراه واللي قدامه وصرف كتير ما قصرناش معاها، وانا اللي كل اللي محتاجاه ان حد يشوف بنتي ويشوف حالتها محتاجه ايه، عايزه ايه، دكتور احنا ما احناش عارفينه، علاج احنا مش عارفينه، حاجه احنا مش عارفينها. لان بصراحه انا رقدتها دي مش بتستاهل عليا يعني. ولا بعدين انا بنتي لو كانت ما وصلتش للعمليات دي كلها والخطا اللي حصل من الاطباء دي كلها، انا بنتي ما كانتش فضلت لحد دلوقتي في الحاله دي. انا كل اللي يشخص بنتي قبل العمليات اللي حصلت دي كلها كان كل اللي بيشخصها انها ترجع مدرستها السنه الجايه بعد وقعتها. يعني مثلا وقعت السنه دي هترجع السنه الجايه، كان كل دكتور بيتكلم معايا كده، وكان كل دكتور بيشوفها ويعرف ان هي كانت طبيعيه وكانت في مدرسه ما كانش فيها اي غلط، لبقه في الكلام وشاطره وفي الحركه، وما كانش اي ما كانتش تروح حضانه ولا مدرسه لما كانش يقول لها ممتازه يا دكتوره ملك.